بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أني تكلمت في فيديو سابق وقلت أن اللي أنا يعجبني في أنظمة أبل أن الأجهزة ما بينها تشتغل مع بعض بطريقة ما توفرها شركة أخرى. على سبيل المثال شرحت في فيديو سابق أنه كيف أنك تصل إلى إعدادات الماك المحمية برقم سري عن طريق ساعة أبل، واليوم راح أتكلم عن طريقة توقيع المستندات أو الصور عن طريق الآيفون أو الآيباد. فلو كنت على الماك وفتحت أي مستند عندك سواء كان ملف PDF أو صورة، فراح ينفتح عندك في برنامج بريفيو، تضغط على صورة القلم اللي موجودة هنا، وبعدين راح تظهر لك أيقونة التوقيع. فكل اللي عليك الآن أنك تضغط على أيقونة التوقيع، فراح يظهر لك خيار أنك توقع بالتراك باد أو أنه يكون التوقيع مكتوب على ورقة وتصورها باستخدام الكاميرا، أو تضغط على آيفون أو آيباد. فراح يطلب منك أنك تختار من أجهزتك، فبختار أنا واحد من الآيفونات اللي موجودة عندي، فعلى طول الشاشة راح تتحول بالشكل العرضي، وبإمكاني الآن أني أكتب توقيعي على شاشة الآيفون اللي هي أسهل من الكتابة على التراك باد أو على ورقة وتصويرها باستخدام الكاميرا. الآن التوقيع راح يكون موجود على الماك، مجرد أني أسحبه وأحطه في المكان اللي أرغبه على ملف البي دي اف أو الصورة، وبإمكاني تكبير حجمه أو تغيير الخط بحسب رغبتي. هذه الميزة متوفرة في نظام الماك كاتالينا، وأيضا لازم الآيفون أو الآيباد يكونوا محدثين إلى نظام iOS 13. بإذن الله راح أشرح باقي مميزات نظام الكاتالينا في فيديوهات قادمة. فلو كان يهمك نظام الماك أو يهمك نظام iOS، ياريت تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.